مساء النور، منورانا. عامله ايه؟ الحمد لله تمام. كنا عايزين نتعرف عليكي اكتر بقى. بصي، انا اختصاصي في العنايه بالبشره والشعر وتاثير العوامل الخارجيه على البشره والشعر. طب ايه بقى، احنا يعني عايشين على اعصابنا طول الوقت، طبعا التاثير ده على البشره ايه؟ بصي، هو التوتر عامه، يعني التوتر والتفكير الكتير والناس اللي بتدخل في الشغل قوي بتاثر بقى على الشعر وبتاثر على البشره، بتدي هالات، شعر بيقع، في حاجات كتيره قوي نتيجه الحاجات العوامل دي. وصفه بسرعه بقى عشان تحت العين بالذات. بصي، تحت العين فيه كذا حاجه، هي اهم حاجه ان احنا طبعا نحاول ننام كويس، نحاول ان احنا نهتم بيها لان المنطقه دي حساسه جدا، لازم نتعامل معاها معامله ان هي زي ما احنا بنعمل ترطيب في الايد، ترطيب في الجسم، لازم نتعامل معاها ان احنا نرطبها على طول. طيب نرطبها ازاي؟ بحاجات طبيعيه. يعني ازاي نجيب حاجه طبيعيه؟ مثلا زي ايه في المطبخ بتبقى موجوده؟ يعني على الخيار طول. طبعا الخيار معروف من زمان جدا ان هو فوائده كتيره جدا، فيتامين زي عاليه قوي، مضاد للاكسده، بيفتح، بيرطب، بيعمل كل حاجه، بس احنا بنستخدمها بطريقه غلط. يعني تلاقي ناس تقول لك خيار على طول تحت العين ومقطع بقى السلايز السلايز التخينه الكبيره، ما بتستفيديش قوي يعني الفيتامينز والحاجات اللي جواها. في كذا طريقه بتسهل عليكي عشان انت طبعا حد مثلا مش فاضي او تقولي لا انا لسه هقعد اعمل، انت بتجيبي الخيار عادي وتبشريه، بعد ما تبشريه بتحطيه في شاش وبتعصريه وبتطلعي مثلا حاجه زي كده. الميه بتاعه الخيار. الميه بتاعه الخيار. بالظبط، ده خيار. أوكي. طبعا ده احنا كده استفدنا بايه؟ بكل حاجه في الخيار، اللي هو ايه، الفيتامينز بتاعته، الميه بتاعته. طب احنا طبعا مش هينفع نحطها تحت العين كده بسهوله، بنعمل ايه؟ بنجيب مثلا حاجه زي كده قطنه ونحط، يعني نحط بيها كده شويه ونسيبها بتاع تلت ساعه، يعني نص ساعه. يعني كاني عامله جوز خيار. بالظبط. بس ده عشان احنا حاجات طبيعيه بنحطها في التلاجه، بس هي ممكن مستحب ان هي تتعمل يوميا، يعني تعملي فريش اكتر. يعني تمام. على فكره انت ممكن تعمليها لتحت العين والبشره كلها، فوائده ان هو مضاد للاكسده، بيفتح البشره، بيشيل الارهاق. في بنات لما بتنزل الشمس او بتنزل الجو عامه دايما تقول لك انا بصحى شكلي حلو، اول ما بنزل الشارع بغمق ومش عارفه ايه، بقع ممكن بتطلع مثلا او حاجه. ان هي عندها استعداد ان هي تاكسد مع الجو، مع الشمس، مع الحر، فهي اول ما تدخل البيت تعمل الماسك ده ترطب تهدي شويه البشره. طب بواكي الشاي برضو تحت العين صح؟ الشاي الاخضر سحر لتحت العين بجد، سحر. بس ليها طريقه برضو ان تستعمليه. يعني مثلا ايه الشاي الاخضر؟ انا مثلا عاملاه سبراي، بحط مثلا الشاي الاخضر في ميه، حبه ميه صغيرين عشان طبعا استفاد بكل اللي فيه. وبعد كده اقوم عاملاه زي السبراي كده، ممكن استخدمه كتونر للبشره. الشاي الاخضر تونر للبشره؟ طبعا. الشاي الاخضر اصلا لو انت شفتي في براند بتبقى كبيره مكتوب مستخلص الشاي الاخضر، صح؟ هو مضاد للاكسده، واتعملت دراسه في 2013 ان هو بيدخلوه في علاجات للبشره، يعني يعني هو عالي قوي. في تلاقي بقى تحت العين كريم، تحت العين بيتحط، البشره كريم، البشره كلها كلها. هو فظيع. هو بصراحه الخيار حلو كترطيب وفيتامين ومضاد للاكسده، بس اللي سحر فعلا في اقل من 10 ايام، اسبوعين بالكتير، بس لو انتظمتي هتلاقي نتيجه. اللي اعرفه ان الشاي الاخضر كمان حلو قوي للحبوب بتاعت البشره. بالظبط. هو بيعمل ايه؟ هو بيقلل الالتهاب. يعني انت اصلا عندك لسه حبوب، يعني في مسام طبعا البشره الدهنيه بيبقى مسامها واسعه فبتطلع الحبوب. فاحنا بنعمل ايه؟ بنحط الشاي الاخضر فبيقلل التهاب، فبيديش الفرصه للحبايه ان هي ايه تنشط وتطلع بقى ويبقى في عندنا ازمه ان احنا نعالج الحبايه. اوكي. هبه، كنت عايزه اعرف كمان تاثير الحاله النفسيه اللي مش حلوه على الشعر. على الشعر. الشعر ده اكتر الارم بيجيلك بيقولك انت في مشكله عندك، انت نوتي مشاكل، انت زعلانه، في مشاكل كتيره. يعني دايما دي تقولك شعرك وايه، تقولك اصلا كنت زعلانه فتره او عندي مشكله مثلا كبيره. فالشعر ده بالذات حساس اكتر من اي حاجه في الجسم، اكتر حاجه حساسه، اكتر حاجه حساسه. بس في كمان حساسه اكتر الناس اللي شعرهم ناعم او شعرهم خفيف، تلاقيهم على طول شعرهم بيقع. طب الحل ايه بقى؟ ايوه الحل. بصي، هو دايما بحب ان انا دايما اخد بالي قبل ما يحصل المشكله، بس طبعا خلاص حصل المشكله هنعالجها ازاي؟ اول حاجه نهتم بالفيتامينز اللي في الجسم عامه، يعني انت بتاخدي ايه اصلا. وفي حاجه تانية بقى للشعر، هنعمل بقى ماسكات برضو. أيوة. ماسكات مش زيوت قوي، لان الزيوت برضو لو انت شعراتك مساميه واسعه، يعني هي قصه كده مساميه واسعه ممكن ما تقبلهاش، ممكن تيجيش اكتر، ممكن في مشكله. خلينا في الحاجات الطبيعيه،
زي مثلا زيت الجوز الهند البكر. فانت بقى بتعملي ايه؟ ممكن نعمله بدل السيرم على الشعر، يعني نحاول نأجل شويه ونقلل شويه الشامبوهات والحاجات دي، عشان هي دي برضو اللي بتنشف الشعرايه قوي، فبتهيشها فبتخليها مش متغذيه فبتقع. لما نغسل شعرها هقول لك في بدائل دلوقتي طبيعيه، زي مثلا ايه في شامبوهات بحاجات طبيعيه، بيقول لك ده زيت الارجان اللي يخلي المسلفات والحاجات دي بالظبط مؤقتا لحد ما تعالجي شعرك. لان برضو في ناس بتغسل شعرها كل يوم، في ناس بتستخدم اصلا الشامبو غلط، فاحنا نحاول نقلل شويه نخليه ما يبقاش كتير، او تستخدمي حاجات صحيه شويه. العنايه بقى ان احنا مثلا ممكن نعمل اللي هو ماسك جوز الهند. الماسك ده اولا مش تقيل قوي، يعني ما بيخليش الشعرايه تبقى عليها زيت كتير فتحس ان هي مش قادره تستحمل الزيوت فتقع، وفي نفس الوقت بينعم وبيدي لمعان وبيغذي. بس ثواني، تسيبه مثلا على الشعر قد ايه؟ مده معينه ولا في ممكن ناس تنام بيه؟ بتحب قوي ان هي ممكن تقعد ساعتين وتحط مثلا حاجه فوطه سخنه مثلا او حاجه عشان خاطر الشعريه يعني ما سمعت تفتح لو مثلا لو ما عندهاش. وممكن في ناس ممكن تقعد يوم مثلا وتاني يوم تغسله. هو ده يعني لطيف مع جوز الهند لانه مش تقيل، لكن الزيوت الثانيه طبعا اخرها ساعتين عشان تقيله. بالظبط. وبلاش نحط عروت صح؟ بالظبط، عشان ممكن تعمل قشره. يعني احنا لو عملنا اهم حاجه ان احنا ناخد بالنا برضو ان الماسك ما ناخدش. متحمسه قوي واحنا بنعمل يلا بقى ده انا هعالجه بقى. انا مبدئيا بصي في الجذور ده لازم والله. ده كله كله فاكر ان الجذور هي الاهم، مع انك انت الجذر بتاع الشعرايه بيستفاد مع حاجات ثانيه. مع السبراي بقى اللي هو اللي بينمو مع الحاجات، بس هو احنا عايزين نعالج الشعرايه نفسها هي اللي تبقى ايه لطيفه مش شكلها صحي. طيب، وانواع طبعا البشره كثيره جدا جدا، بس اكتر نوع بشره بيتاثر بالزعل والمود الوحش ايه؟ بحس ان البشره الجافه يعني ايه بيبان عليها الغمقان والاسمر اكتر. احنا الحبوب الهالات على طول حبوب، هي الحبوب يعني دايما بقول لك انا الحبوب كتير، انا عندي اكتئاب الفتره دي وبفكر كتير، متوتره بذاكر. ايوه يعني على طول في بشره دهنيه بتاثر كتير قوي بالاكتئاب للاسف. انت قلتي صح صح، بشرة دهنيه. ايوه للاسف. مشاهدينا اتمنى ما تدخلوش في مود وحش، بلاش مهما حصل. في وصفات هبه عندكم حلوه قوي، اتعلموا منها واعملوها واطلعوا من المود الوحش ده خالص.